هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل انطلاقات الأشواط، شوط ينتهي وشوط يبدأ بأثار أخرى ليقدم في الثلاثة كيلومترات هذا المسار الجميل والشوط الخاص بالجعدان وهو الرابع عشر في المجموعة في صباح هذا اليوم بالنسبة للإنتاج والمنتجين. نسير مباشرة مع المراكز الأولى، نتقدم إلى المركز الأول، نشوف هناك نباري المراكز الأولى لنصل إلى وصف العشر المراكز في مسارها وفي تحدياتها وانطلاقاتها. يتقدم هنا الفنان، يأتي بالمركز الأول سالم سعيد بن كاسب المسافري، يتصدر المجموعة، يتقدم المشارك في هذا الشوط. هناك نصل في هذه اللحظات في هذا الاندفاع، نسير مع المركز الأول، غازي يسيطر على مقدمة الشوط، غازي يقود مساري هذا الشوط ويتقدم المنطلقين. تعود ملكيته لريوف سعيد بن غانم المنصوري، بينما المركز الثاني يتقدم في ثاني المراكز هيمان أو همام، يأتي في هذه اللحظات هادف بالحزمي بن قناص العامري، يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وصل فيه مسامح لسيف بن سهيل بن سيف بن كلثم الخيالي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هذا شاهين لحامد بن محمد بن سالمين العامري، يتقدم على المركز الرابع. الخامس هناك من الجانب الآخر آدم قادر الضاحي أو ضحي بن سعيد بن ضحي بن خميس العويسي، يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز السادس وصل في سادس المراكز مصيحان لسيف بن أحمد بن خريده السبوسي، يتقدم في هذه اللحظات. هناك التواجد وهناك الانطلاق لأحمد بن سعيد بن سالم الرميثي، كذلك وصل في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع اكسبول محمد بخلفان الكتبي، والمركز العاشر هذا وصل مكيف لحامد بن سيف بن عبد الله اليابري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك الوصول والتحرك، عوده الى المراكز الاولى، عوده الى قازي غازي يريو بن سعيد بن غانم المنصوري، يتقدم مع المركز الاول. الله يا همام، هادف الحزمي بن قناص العامري، ولكن يتقدم في هذه اللحظات ويصل الدمنتي، يصل الدمنتي في هذه اللحظات، يقول رعم صيح وهو صاحب الشوط، يعني عليه ترشيحات، عليه تحديات في هذا الانطلاق. وأحمد بن سعيد بن سالم الرميثي يتحرك في هذه اللحظات. يا سلام الدمنتي مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق، ولكن غازي اي ريو بن سعيد من غانم المنصوري، بنشوف هنا التنافس، بنشوف التحدي، ولكن الدمنتي انطلق على المركز الاول. الله يا الرميثي على المركز الاول، احمد بن سعيد بن سالم الرميثي، يا سلام انجازاته متعدده دائما، ويعرف هذا المكان وهذا الموقع. الدمنتي احمد بن سعيد الرميثي على المركز الاول، انفرد بالمركز الاول، انفرد. يا سلام اشكرك يا بن حميد على هذا الفوز. احمد بن سعيد بن سالم بن حميد الرميثي ينطلق، سلام لاهالي الطف، سلام لاهالي السمح على هذا الفوز. الدمنتي بالمركز الاول يعلن الفوز في هذا الشوط، والناموس المركز الثاني غازي ليريو سعيد بن يريو المنصوري، والمركز الثالث هذا مكيف لحامد بن سيف بن عبد الله اليابري، والمركز الرابع رقم 7 اكسبول محمد بن خلفان الكتبي، والمركز الخامس هذا هو دفاع، تعود ملكيته لمحمد بن حارب
بونواس الكتبي. هذه الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. والدمنتي أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي أعلن الفوز في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. 4:33 وجزء واحد من الثانية قدم الدمنتي هذا الفوز وهذا الناموس. أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي ينتزع ناموس هذا الشوط ويهدي السلامات لأهالي السمحة وأهالي الطف في هذا الصباح من المرموم. بينما غازي 4:37 وجزئين من الثانية. مالك غازي ريب سعيد بن غانم المنصوري حظى بالمركز الثاني يستاهل الناموس والفوز. بينما المركز الثالث نشوف توقيته اللي وصل في المركز الثالث اللي هو مكيف لحامد بن سيف بن عبد الله اليابري 4:38 و9 أجزاء من الثانية. هكذا كانت نتيجتنا مصحوبة بالتوقيت الزمني في الإعادة عبر شاشة دبي ريسنج مع مخرجنا أبو عدنان. هكذا تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى في هذه التحديات. أشواطنا مستمرة وانطلاقات ميدان المرموم دائما حاضرة وشاشة دبي ريسنج للمتابعين في هذا النقل الحي والمباشر. والشوط 15 بعد قليل ومع الزملاء وتواصلنا في عربة النقل.